رئيسا للجمهورية. الشعب المصري متوافق عليه، الشعب المصري كله بيجمع على هذا الرجل الوطني. الفريق عبد الفتاح السيسي شال رقبته على كتفه علشان الشعب المصري، كان ممكن يتم إعدامه لو لم تنجح 30 يونيو. مرحب بالمهندس والمناضل الكبير حمدي الفخراني، أهلا وسهلا بك يا فندم في بوابة أخبار اليوم. مفيش دستور في العالم حياة الناس كلها، مفيش دستور كامل، الكمال لله وحده. مش حضرتك من المؤيدين لإجراء تعديل بحيث إن الانتخابات الرئاسية تكون هي قبل الانتخابات البرلمانية؟ فعلا الانتخابات الرئاسية المتقدمة تكون قبل البرلمانية. وبعدين فترة الطريق ديت ما هيش قرار، ما هيش، ولم يستفت الشعب عليه، ولم يخرج الشعب عليه. الشعب خرج لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ضد مارس، ده اللي احنا خرجنا على كده. اللي عمل خرجة الطريق دي نزلت يوم 3/7، ما فيش استفتاء من الشعب عليها من الأساس. خرجة الطريق بعد عزل مارس اتقالت كده، ما حد ما قلناش اه ولا لا عليه. طب بالنسبة ل الدعوات المطالبة للفريق أول عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه والموقف من غيره من المرشحين اللي هم بيطمحوا لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، إيه رسالتك للسيسي وللآخرين؟ أنا طبعاً أشد الداعمين أول عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية، لأن الراجل ده أصبح النهارده صمام أمان للشعب المصري كله، وزير الدفاع الوحيد في العالم كله اللي توزع له أكثر من 100 مليون صورة النهارده. العالم كله ما فيهوش وزير دفاع تعملت له الصورة بالكامل ده. حتى أحمد المشير أحمد إسماعيل اللي حقق نص 73 ما توزعتلوش صورة واحد عالمية من خالد السيسي. حتى وزير دفاع امريكا في الحرب العالميه الثانيه اللي حقق النصر الكبير على المانيا ما حدش يعرف صوته. وزير دفاع بريطانيا ما حدش يعرف صوته. فريق اول عبد الفتاح السيسي من حب الشعب له، انت حضرتك يعني رحت بريطانيا كتير وزرتها كتير، هل انت تعرف صوره وزير الدفاع في الحرب العالميه الثانيه؟ الحقيقه ولا اعتقد حتى انه ممكن، ولا البريطانيين كلهم يعرفوا، اي رئيس امريكي توزع له هذا العدد، هذا الكم الكبير من الصور. احنا 100 مليون، مش رئيس بقى امريكا، انا ما بكرهوش برؤساء النهارده، هو وزير دفاع. هو زعيم. هو زعيم النهارده. فلما تلاقي ان وزير الدفاع حقق له كل هذه الصور تتوزع له وتتهافت الناس لاختطافها، انا لما كنت بوزع الصور دي، على فكره الوطن جابت الصور دي، بوزع صور الفريق اول عبد الفتاح السيسي قدام المسجد عندنا في المحله، مسجد كبير قوي. الناس اتخانقت معايا كاني بوزع لحمه، والله ما بوزع. انت عارف الناس بتوزع لحمه والناس خايفه والناس غلابه بتجيب، الناس كانت بتخطر، ده كانوا بيقطعوا الصور وهم مش ضامنين بعض.